في ولاية عنابة، ومن أجل ضمان توفر النقل طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، تم تصدير برنامج خاص من طرف القائمين على محطة النقل البري للمسافرين من خلال العمل بنظام المناوبة على مدار 3 أيام، حيث شهدت المحطة البرية لنقل المسافرين إقبالا كبير للمسافرين فاق 2000 مسافر مقارنة بالأيام العادية. ناصر جلال رصد تالي. سطرنا البرنامج المعتاد بأنه هناك النقل راح يكون متوفر خلال 3 أيام تاليات، اليوم الأول والثاني والثالث، يعني هناك ناقلين كلفتهم مديرية النقل بالمداومة اليوم الأول، وهناك ناقلين مكلفين بالمداومة اليوم الثاني، وهناك ناقلين مكلفين بالمداومة اليوم الثالث. نخدموا يوميا دوزيام جور تاع كيما كان عندنا لي بيسهم هذا وين دخلوا من ورقلا ومن حسيم سعود، وعندنا كيما البرنامج تاعنا ثاني عيد ثاني الانطلاق منها من عنابة ورقلا، عنابة تقورة حسيم سعود. طمنوا الزبائن الكرام ان شاء الله النقل راه متوفر خلال ايام عيد الاضحى المبارك بربي ان شاء الله، كل شيء متوفر ان شاء الله. ترونسبور متوفر، عندنا سما الخط هذا 12 وكاين خط خلاف على 11 ونص، والنقل راه متوفر ديما كاين. دابا جمعية في عنابة لهنا اكزاكت في سيدي عمار مروحة البرج، برج بريريات. في عنابة في أي وقت تحب تروح، تحب في الليل في النهار كما تحب. الولاية شغل أي وقت نحوس لي جيت عليه. نسكن هنا في بن مهيلي ولاية الطارف، رايح للقل نعيد مع العائلة نتاعي، نعقب معهم العيد إن شاء الله ونرجع. كانش إشكال في الترونسبور، مي كان يروح على 11 ونص، دركا دار وطار شوي ولا يروح على 12.